ولنقاش الملف اليمني، وذلك في ظل استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي في دول المنطقة، انتهاكاتها الأمنية لدول المنطقة. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب السياسي نبيل البوكيري. أهلا بكم أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه دولة الإمارات، ماذا يعني استمرار هجمات الحوثي على دول المنطقة؟ لا شك أنه هذا التصعيد الأخير باتجاه الإمارات أنا باعتقادي هو يؤكد ويؤكد بقوة أنه لا سلام مع هذه الميليشيات، وأن هذه الميليشيات لم تعد تمثل سوى المصالح الإيرانية والنفوذ الإيراني، وأنها لا تراعي يعني كثير من القواعد والأعراف العربية والدولية والإنسانية أيضا فيما يتعلق باستخدام هذه الترسانات التي تشير كثير من الدلالات وكثير من التحليلات والتسريبات أنها يعني قد تكون مستخدمة من خارج الأراضي اليمنية، وأنه يتم تبني مثل هذه العمليات من قبل هذه الجماعة، فيما مصادر إطلاق هذه الصواريخ قد ربما يكون إما من الشاطئ المقابل أو حتى من بعض المناطق التي تسيطر عليها بعض الجماعات الموالية والقريبة أيضا من إيران والقريبة أيضا من الخليج العربي، سواء في البصرة أو حتى على شط العرب أو في الطرف الإيراني المقابل. وبالتالي أنا باعتقادي أنه أن توفر هذه الجماعة مثل هذا من تبني مثل هذه العمليات، أنا باعتقادي يعد تأكيدا على أنه لا يمكن التعايش مع هذه الجماعة ولا يمكن القبول برؤيتها للسلام أو بالطريقة التي ترى أن يعترف المجتمع الدولي بها كممثل لليمن. أنا باعتقادي أنه أيضا يؤكد هذا المسار أنه ضرورة دعم الجيش الوطني في اليمن ودعم المقاومة الوطنية التي استطاعت أن تكسر الحوثي في أكثر من جبهة، واستطاعت أن تقدم وتتقدم كثيرا خلال المعارك الأخيرة التي تتطلب دعما حقيقيا من الأشقاء في الخليج العربي. إلى أي مدى يمكن القول أن الإدارة الأمريكية ارتكبت خطأ برفعها اسم ميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب، وما تبريرات واشنطن أمام حلفائها بعد التصعيد الذي تشهده المنطقة اليوم؟ لا شك أن الإدارة الديمقراطية منذ صعود بايدن كانت عندها حسابات، ربما حسابات سياسية مع الإدارة الجمهورية السابقة إدارة ترامب، وبالتالي سارعت مباشرة بعد أقل من شهر تقريبا أو ما يقارب الشهر من تصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية إلى إزالتها من قائمة الجماعات الإرهابية في حسابات سياسية لا تخدم سوى الصراع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية بين الإدارتين الجمهورية والديمقراطية. وبالتالي كان سوء تقدير كبير لمثل هذا القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية. اليوم أنا باعتقادي أنه كل هذه الأعمال تثبت مدى خطأ الإدارة الأمريكية، وأن على الأمريكان أن يعيدوا النظر بشكل فوري وسريع فيما يتعلق بتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالقضاء على هذه الجماعة مثل داعش والقاعدة تماما. مع إعلان البحرية الأمريكية اعتراض سفينة كانت تحمل 40 طنا من السماد الذي يستخدم في صناعة المتفجرات أثناء إبحارها من إيران باتجاه اليمن، هل تعتقد أن واشنطن يمكن أن تسرع خطواتها باتجاه تضييق الخناق على طهران وميليشيا الحوثي؟ هو لا شك أنه يعني الآن ربما هذا الإعلان الثاني خلال أقل من 10 أيام على إيقاف مثل هذه السفن المحملة بالأسلحة والمحملة أيضا بالمواد المتفجرة التي ترسلها إيران إلى جماعة الحوثي. أنا باعتقادي أنه هذا نوع من الرسائل الأمريكية التي نتمنى أن تكون جدية بفعل بشكل واضح، وخاصة ستكون أكثر جدية فيما لو سارعت الإدارة الأمريكية لتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمثل هذا التصنيف لمثل هذه الجماعات الإرهابية. شكرا جزيلا لكم الكاتب السياسي نبيل البوكيري، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.